السلام عليكم. أولا يا جماعة أنا ما علماني. أنا بس مزح الموضوع من المرة الفاتت بتاع إنه حرية المرأة. أنت إذا عندك أختك قدرت تخليها عريانة بس لا تمشي عريانة. شوف في زول برحمك في الشارع. أنت إذا زول ديوس خليها تمشي. والله أختي تمشي تقطع رقبتها. وما عندنا مرأة. ما عندنا مرأة بتخالف قانون راجل أو كلمة راجل. وعندنا هنا في الخرطوم خلاها تمشي عريانة ويجي زول يسألها تقدر تقول لي شنو؟ خليك من حلاقتي غطي البلد على العريانات أول حاجة. لو أنت راجل بتجيب لي ذنوب أنا ولا ليك أنت؟ المرأة بتجيب لك ذنوب وأنت ولا نفيسة؟ زعلان من كلامك؟ أنت لو رجال غطوا النسوان ديل أي واحد يغطي أخته؟ احنا عندنا هنا ناس مريضين نفسيا لو محجبه بشاغله لك صح ولا ما صح؟ بشاغله في النسوان ورا متزوجه بشاغلوها يا خاله يا اتي صح ولا ما صح؟ عندنا ناس محترمين الواحد وفي المواصلات المرشل من يدها القروش المناقبه بطرف اصابعه صح ولا ما صح؟ وانا بقول لك انت ديوس وانا واحد من الناس اللي كان طلعوا هنا لقيته بيربط لبيت في جزمته وشايلها شنطته في النفق ده هنا علماني انت راجل اسي اختك ولا امك تعمل لها زي ده يا خروف واسي لو قاعد والله يطلعوا لي هنا شكرا. ما عندي حاجة ما عندي كلام ما عندي كلام والله أنا أشكر ولدنا ذا جدا على غيرته وعلى رجالته وده نموذج للإنسان السوداني والإنسان البغير على دينه وعلى عرضه وإنت كرضيان لأختك إنه تبقى يعني هي محطة انزل فيها اي زول داير بطريقتك انت. لكن الحمد لله زي الولد ده وزي كل الشباب المسلمين والغيورين الواحد فيه بيحترم اسرته واخواته لانه هو في نفسه ما بيعمل الحياه الغلط. وداير اخواته يكون دائما محترمات ومقيمات والنبي عليه الصلاه والسلام لما جاء ولد شاب قال له يا اخي اذن لي في الزنا. قال له اذن لي انه انا ازني. قال اترضاه لامك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ قال لا لأنه فيه غيرة وفيه نخوة وفيه رجولة. قال لا ما برضاه. قال له وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم وعماتهم وخالاتهم. ودي أخواننا دي الليلة كثير من الشباب يفسر الكلام ده تفسير بتاع يعني حملة ضد العلمانيين عشان هو بيأيد الكيزان. ده طبعا ده الفهم. يا ناس انتوا أفهموا إنه نحن ديننا الإسلامي وأخلاقنا اللي تربينا عليها دي ما مرتبطة بالسياسة يا أخواننا. ونحن الحاجات دي لما نتعلمنا ما تعلمنا من السياسة، نحن تعلمنا من أسرنا. وإنت أسرتك لو علمتك غير كده أمشي فتش أسرتك، فتش أسرتك إنت وفتش الحتة طلعت منها والمجتمع اللي تربيت فيه. نحن تربينا بمجتمع زي ده بنغار على أخواتنا وبنغار على أعراضنا وعادي جدا كان الناس بيدوروا شكلها مع حله كامله بسبب مره. ده مجتمعنا احنا اللي تربينا عليه كده. لكن جايين تستفزونا بحركات الكيزان؟ ده ما علمونا الناس الكيزان. ولو علمونا بيه والله مرحب بتعليمهم. لو علمونا للكيزان نغار على اعراضنا ونغار على ديننا ونحيب ديننا والله مرحب بتعليمهم. لكن بنرفض الشين والشر جا منهم. فما تبقى انت كمان يعني ديل يا اخوانا ناس فهمهم غريب جدا. يا اخي انت شان موقف سياسي محدد تنسلخ من دينك وتنسلخ من اخلاقك وتنسلخ من عرضك وتنسلخ من قيمك عشان تبقى ضد الكيزان؟ يا زول انت ما عندك قيم؟ يا اخي انت الليله داير تحكم ضد الكيزان ما في حاجه بتلزمك انك انت تعادي الدين عشان الكيزان. شنو يعني؟ اصل الليله لو انت جاي تنادي
بأي ثورة ضد الكيزان. كويس يا أخي، ليت ما تنادي بدينك وأخلاقك. المشكلة وين يعني؟ لابد تغير الشعب السوداني في دينه وأخلاقه عشان أنت تستبدل الكيزان؟ ده ما كده الفهم يا شباب، الفهم ما كده. الناس تبقى فاهمة وتبقى واعية.